evening. مساء الخير للجميع، أيها السيدات والسادة، أيها الضيوف العزاء، أيها الزملاء والزميلات والأصدقاء العزاء. أننا بالفعل سعداء بهذا الحضور الحافل اليوم في المساء لهذه المناسبة الليلية حول موضوع العدالة والمساءلة إذا الجرائم الدولية في سوريا. شكرا جزيلا للالتحاق بنا اليوم في المساء. أنا سعيدة جدا بالتحيط بكم هنا في مؤسسة هاينريش بول. الفعلية اليوم هي الثانية من نوعها، حيث في شهر مارس الماضي استضفنا أمسية مليئة بالمناقشات المحركة حول الحرب في سوريا والجرائم في الحرب. المحامي السوري مازن دربش، وهو ضيفنا اليوم، قال آنذاك إن الفرصة فقط للبحث عن العدالة لما حصل في ولد وطنه الأصلي هو بالفعل معنى كل شيء بالنسبة له، هذا اقتباس. ومن أجل تمحية الطريق، من أجل السلام الدائم، يجب أن نضمن أن هناك إيمان لدى الأشخاص في العدالة والقانون، والقضاء والعدالة عنصر أساسي في خلال ذلك كما قال. وأنا أتفق معهم في هذا القول من كل قلبي، ولكن ليس فقط هذا هو السبب لاستمرار مؤسسة هاينريش بول لدعم الجهود من أجل البحث عن العدالة من أجل السوريين، بل هذا ما دفع لنا إلى معاودة الاجتماع هنا اليوم والمناقشة حول ما يمكن أن يعني تاني العدالة من أجل سوريا وكيف يمكننا أن نحقق السلام في سوريا. منذ مارس حصلت الكثير من الأشياء في سوريا. نحن ابتعدنا أكثر مما كان في أي وقت مضى من التفكير، مجرد التفكير في السلام. مع ذلك التغطية العالمية انتقلت إلى مواضيع أخرى هنا في ألمانيا وفي أماكن أخرى في العالم. في الميدان السياسي تركز المفاوضات على نزع التصالح المحلي ووقف إطلاق النار، ومع ذلك الجرائم الشنيعة تستمر. وحتى الآن كان هذا العام الأكثر فتاكا من أجل المدنيين، يعني ما يزيد أن 100,000 شخص ماتوا حتى الآن وجزء كبير منهم من الأطفال. نسمع يوميا عن قصف المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية، وهنا أيضا أغلب الضحايا من السيدات والأطفال. التحالف ضد داعش أتت بثمن غالي للمدنيين في سوريا. القصف الجوي الذي تهدف إلى محاربة المنظمة الإرهابية أدت إلى قتل وإصابة أعداد هائلة من المدنيين، وأيضا إعاقة شديدة لإمدادات المساعدات الإنسانية، خوافل للمساعدات للمدنيين عقفت في الصحراء من خلال القصف الجوي ولم تصل إلى المكان المستهدف. وهناك كان أيضا قصف للمؤسسات المدنية مثل المستشفيات أيضا، وحرمت الأشخاص من الحق الأساسي للحصول على رعاية صحية. والنظام السوري يستمر في جهوده من خلال استخدام الحرمان من المساعدات كسلاح ضد شعبه، وأيضا في مراكز الاحتجاز في النظام المعقد للمستخبرات المتنافسة في سوريا ما زالت عبارة عن بؤر سوداء، وهم المحتجزين ليست لهم أي ولوج إلى المحاميين أو ماتوا أيضا نتيجة التعذيب أو التجويع. ولربما لن نعرف كل التفاصيل للحرب في سوريا،
ولكن ما نعلمه هو أن الكثير من الفاعلين في هذه الحرب يرتكبون أشنع أنواع الجرائم. المتطرفين من الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى من العالم يرتكبون جرائم على صعيد يوم، ولكن أكبر مرتكب للجرائم الشنيعة هو النظام السوري بحد ذاته تحت قيادة الرئيس حافظ الأسد. وأود أن أوضح هنا، وهنا لا نتحدث فقط عن أضرار جانبية، بل كاستراتيجية ممنهجة مستهدفة من أجل الإبادة والتخلص من الجميع الذين لن يتعهدوا ويفوا بإخلاص تام للنظام. ماذا يحصل في سوريا يدعانا أمام أسئلة جدية جدا للجميع. ماذا علينا أن نفعل في وجه أطراف لا تحترم أدنى احترام لأي حقوق إنسان وأي حقوق دولية والإنسانية؟ وهنا المبدأ تعدد الأطراف يفشل بكل تأكيد في سوريا، حيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يقوم بواجبه من أجل إيقاف الحرب والجرائم في حق حقوق الإنسان. المحاولة الأولى لمحاسبة ومساءلة جرائم الحرب كانت عن طريق محاكم نورنبرغ. الرسالة هنا كانت أساساً أن شن الحرب الشنيعة وارتكاب قتل وإبادة جماعية جريمة جسيمة لا يمكن أن تفلت بدون عقاب منها. واليوم ترتكب هذه الجرائم في سوريا والمرتكبون يفلتون منها من دون عقاب، وعلينا أن نجد أجوبة ونتجاوب لهذه المأساة المخيفة، ويجب أن نجد وسائل لا تتركنا ضحايا مربوطي الأيدي غير فاعلين إزاء هذه الجرائم. وتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا هائلة جدا. ستيفن ريبس هو من أهم المحققين في هذه الجرائم، كما قال من أكبر المستندات الموجودة لتوثيق حقيقة الجرائم منذ نوركبك. لا يجب أن يسمح أن تدفن يوما ما في محاولات وجهود إعادة العمار. ومن أجل ناجين تجربة عدم المساءلة وعدم العدالة لا يمكن أن تدفن وتنسى. وإذا الإفلات من العقاب والمساءلة لا يمكن أن يبقى مفهوم عبثي فقط للناجين. والخطوة الأولى للناجين الولوج إلى العدالة. وطالما ليست هناك أي إمكانية لإنشاء محكمة دولية لسوريا، نتمتع في ألمانيا من إمكانية تطبيق مبدأ الولاية العالمية. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تستخدم هذا المبدأ من أجل رفع الأدلة إلى المحاكم. وأعتقد أن هذا بالفعل جهود جبارة من أجل مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. وهذا ما يفرحني كثيرا أن أرى هذا التحالف من الأشخاص يتعاونون من أجل إيجاد والبحث عن العدالة. وبصفتي رئيسة لهذه المؤسسة أفتخر كثيرا بأننا نستطيع أن ندعمهم في هذا السدد وفي هذه الجهود. نحن نعلم أن البحث عن العدالة والتثبيت الحقيقة في المحكمة عملية متعبة وصعبة، والكثير يمكن أن يفشل، ونحن علينا أن نكون مهيئين وجاهزين أن نتائج هذه العملية القضائية قد تكون مخيبة للعامان، وهذا مرير، ولكن مع ذلك خطوة صحيحة وخطوة أساسية وجذرية وحتمية من أجل إعادة بناء مستقبل مختلف سلمي. الضيوف الذين هنا معنا
في المنصة في هذا المساء يبعثون في نفسي الأمل والتفاؤل بأن هناك أمل في العدالة في سوريا ومنمان. شكرا جزيلا لانضمام إلينا اليوم ولمحاولة التعمق المزيد في هذه العملية المهمة. شكرا جزيلا. Yeah, thanks a lot. شكرا جزيلا بابرا أنمüßig وللمؤسسة هاينريش بول ليس فقط عن الاستضافة اليوم بل أيضا عن الدعم لجهودنا من أجل المساءلة وشكرا جزيلا أيضا لمعظمة العفو الدولية التي تتعاون معنا في هذا الصدد. أيضا ماكوس بيكو سيقف هنا عندما أقف أنا الآن. فإذا السؤال الذي أثارته بربا الآن السؤال السيء أو الصلبي الآن أن ليس هناك أي منصة أو أي منتدى دولي للعدالة في سوريا. أما الجواب الإيجابي نعم حتى الآن لا توجد هذه العدالة ولكن على الأقل هناك بعض جهود على الصعيد الوطني. انتقدنا يعني لما قلنا في مارس يعني عندما قدمنا أول دعوة يعني قيل لنا أنكم متفاعلين بشكل زائد عن الحد يعني تخلقون الأمال في الجالية للمرتبرين خاصة ونحن أكدنا على ذلك أن مطالبة العدالة ليست فقط عبارة عن شيء ساذج ونحن نعلم تماما أن هذا الشيء يتطلب الكثير من الجهد ولكن نعلم أيضا أن ليس هناك أي خيار آخر إلا البت في مكان ما. فإذا هناك مثلا هناك التجربة الإسبانية حيث المحامين بدوا برفع الدعاوي دون أن يعرفوا نوعا ما أن المحامين من شيل رفعوا الدعاوي دون أن يعرفوا أن بينوشيد يوما ما سيصل إلى لندن فيتم إيقافه هناك والبعض عمل على ذلك أيضا في جبال الأند والبعض بدعوا في جمل عدلة وأطلب بشهادتهم يعني وهذا ما نحاول أن نفعل عن لماذا ألمانيا إذ أن ألمانيا كما ذكرت أيضا بابرا هناك حقوق أو قوانين تسمح باستخدام الولاية العالمية يعني مجلة القانون الدولي ونتمنى أن بعد التجربة السورية القوانين الوطنية الأخرى حاول تقوم بإصلاح مثلا في بلجيكا أيضا بدأوا بتطبيق نوعا ما بقوانين سيئة ولكن نتمنى أن نستطيع أن نطلق نقاش عام حول مبدأ أو تطبيق مبدأ الولاية العالمية كوسيلة أخيرة. والشيء الثاني الذي هو جيد أيضا أن لدينا مكتب ادعاء عام في كارلسروه المدعي العام الاتحادي منذ نهاية عام 2013 يتحققون في هذه الدعاوى المرفوعة على النظام السوري وأخيرا وليس آخرا لدينا جالية سورية مرتبرة نشطين جدا يعني نشطاء سياسيين محامين وعشرات من الناجين من التعذيب البات يتحدث إلينا لاحقا في هذا المساء وإذا كل ذلك مع بعض كتلة دفاع حاسمة وإذا نحن منفعلين متشوقين أن يكون معنا معزن درويش الصديق العزيز وأيضا أنور البني من المركز السوري للأبحاث ودراسات القانون يعني دون وجودهم لن نستطيع أن نحقق كل ذلك ولكن أترك الأمل لكم. وأعتقد أن خلال 8 أشهر الماضية قد حصلنا تقدما هائلا وعندما ذكرت نيرنبرغ بابرا ونيرنبرغ كانت محاكمة النخبة أي على مستوى النظام النازي يعني المسؤولين الجيش القطاع الصناعي والسياسة ولم يكن عن مساءلة فقط بعض المسؤولين عن بعض السجناء هنا أو هناك بعض السجون هنا أو هناك. فإذا أوروبا هنا حاليا يعني نوعا ما ننتظر على مهل بوصول المسؤولين إليهم وأيضا نتيجة طبيعية للقوانين السيئة ولكن أيضا نتيجة انتظار وتصبر
المدعين العامين، يعني الإحصائيات نوعا ما ضعيفة. بعض المحاكمات قد انتهت ولكن كانت بحق فقط مسؤولين مرخفدين، يعني خاصة مشتبهين بدلوع ارتكاب إرهابية من جبهة النصرة. أنا لا أعترض على هذه الفكرة، ولكن دون محاسبة علي مملوك وحسن جمرك الصورة غير شاملة. وهنا تتدخلنا مع أصدقائنا السوريين الذين يشتركون لاحقا. نحن نعلم أن هؤلاء لن يصلوا إلى ألمانيا في المستقبل القريب، ولكن مع ذلك ما زلنا نريد التحقيق في النظام ككل، إذ أن الموضوع يتعلق بالهيكل التنظيمي وهو منظم من أجل ارتكاب الجرائم والتعذيب منذ عقود، ونريد مذكرات توقيف باسم حسن مملوك وآخرين، ولربما يصلون إلى ألمانيا في المستقبل، ولكن يسافرون كما سافر بينوشي وآخرين قبلهم. ونتيجة انتقالية مؤقتة ستكون أن المدعين العامين والقضاة سيقولون في ألمانيا أن هذا لا يمكن قبوله داخل القانون، هذا غير شرعي. وفي العالية الدولية والنزيهة المستقلة التي نستضيف أيضا مديرتها اليوم، فإذا هذا لربما يسمح لنا أن نقول أن هذا أفضل الجهود أن يمكننا نبذل بها على الصعيد الدولي. فإذا المدعين العامين بالفعل مهتمين في هذا التحقيق، ما لاحظناه عندما سلمنا ملف سيزر ومستندات سيزر إلى مكتبهم في كالسرو، يمكن قراءة ذلك في مجلة إيرشبيغل. لديهم أدلة حول 12 ألف صورة من ملفات سيزر، وهذا لا يخص فقط ألمانيا بحد ذاتها، بل أيضا لكل المدعين العامين في كل البلدان الأوروبية. وهم يرغبون في وجود منصة خاصة، ويقولون بكل وضوح قد يختم محكمة دولية في المستقبل القريب، ولا أو هذا أمل الجميع لمساعدة العدالة الانتقالية في سوريا يوما ما. وماذا حصل في سوريا؟ لن تكون هناك عدالة لما حصل، هذا شيء مستحيل، هو مجرد منهج عملية، ونود أن ندعوكم جميعا أن تنخرطوا وتشتركوا في هذه العملية. شكرا جزيلا. Thank you very much, Barbara. شكرا جزيلا بابرا وولفغان كاليك، واستغل هذه الفرصه لكي اشكركم، او انا سعيده بهذه الفرصه، وانا سعيده لرؤيه هذا الاهتمام الكبير. بدانا بتاخر قليل، ولكني اطلب من كل المشاركين الان في هذه هذا النقاش، اطلب منهم ان يتفضلوا الان الى المسرح او المنصه. السيد انور البني، تفضل بالجلوس، ستجلس الى جانبي مباشره. طارق الحوكان، تفضل الى جانب السيد انور البني. يزن الابراهيم الى يساري. أنا بنت شلر، أنا مديرة المكتب هاينريش بيل في الشرق الأوسط في بيروت، ونحن كنا على اتصال مع الكثيرين المتواجدين اليوم هنا في هذه القاعة. الكثير منكم نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، كنا نركز على مسائل العدالة وحقوق الإنسان في سوريا، وأنا سعيدة جدا أننا الآن ستكون حلقة مثيرة للاهتمام ولكنها أيضا صعبة جدا. فمن ناحية لدينا بعض المدخلات من الناحية القانونية، السيد أنور البني هو محامي حقوق الإنسان من سوريا لمدة أعوام بل حتى عقود، كان يسهر على حقوق الإنسان في سوريا، وكان يدافع عن الكثير من الناس الذين وضعوا في سجون النظام، وهو نفسه ليس فقط محاميا ولكنه هو أيضا ناجي تم اعتقاله
اعتقاله بسبب جهوده وأمضى أعواما في السجون. هو يعيش الآن في برلين وهو رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية. إذا سنسمعك لاحقا. وإلى يميني هناك طارق الحوكان. وأنا سعيدة جدا لتعريفه كعضو للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والذي أنشأه مازن درويش هنا في برلين. السيد حوكان هو أيضا محامي، أمضى وقتا طويلا قبل 2011 بكثير على العمل على انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة في سوريا، وكان يدافع عن سيادة القانون في سوريا، وهو يعيش هو أيضا الآن في برلين. إلى يساري يوجد معنا اثنان ممن كانوا يعملون على هذه الحالات، هما الاثنان ناجيان من مراكز أو نقاط الاحتجاز في سوريا، وأنا أرى أنهم من الشجاعة الكبيرة جدا أنهم سيشاركون شهاداتهم. يازن عواد نجا من الاحتجاز في القوات الجوية، وليس من الواضح في الحقيقة انخراط القوات الجوية لهذه المسألة في سوريا. أود أن أشرح ذلك. هناك عدد هائل من أجهزة المخابرات في سوريا، وأحد أشهرها بشراستها هي المخابرات الجوية، وهذا مصدره هو أن الرئيس السابق حافظ الأسد كان من القوات الجوية، وكان هذا مصدر هو أنه اتخذ من الدائرة المقربة منه كثيرا، أنها أقرب جزء له يستشيرها وينفذ الأوامر، وأعتقد أن هذا سبب استمرار الوضع إلى اليوم. ومعنا أيضا شابال إبراهيم، هو ناجي من سجن صيدنايا. لن أتحدث الآن كثيراً عن سجن صيدنايا لأننا بعد هذه الحلقة سوف يكون هناك عرض أو تقديم من زميل من أمنستي من منظمة العفو الدولية، سيتحدث لنا قليلاً عن التحقيقات التي قامت بها منظمة العفو الدولية في حول سجن صيدنايا. وأحد إحدى الملاحظات التي أود تقديمها هو أننا كنا دائماً نسمع عن أن كثير من الناس ينتهي بهم الأمر في مركز الاحتجاز، ولكن إنه يبدو كصندوق أسود يختفون فيه وليس لهم حق الحصول على مساعدة قانونية، وكنا نعتبرها إشارة إيجابية إذا ما نقل شخص إلى سجن، ولكن بعد قراءة التقرير عن سجن صيدنايا تأكدنا من أن الإعدامات غير قانونية تحدث هناك بشكل يومي، وليس من الإشارات الجيدة على الإطلاق أن يتم نقل الناس إلى سجن صيدنايا لأنهم لن يخرجوا منه أحياء. إذن هناك بالطبع قيود زمنية بسبب الوقت، ضيق الوقت، لذلك فلن يكون هناك جزء خاص بالأسئلة والأجوبة في هذه الحلقة، ولاحقا ربما في الاستراحة أو بعد الفعالية هناك فرصة للحديث مع الناس، ستتعرفون عليهم بشكل سهل، والشجاعة التي تمتعوا بها للحضور هنا اليوم ستشجعكم أنتم أيضا بدوركم على الاقتراب وطرح الأسئلة عليهم مباشرة. أرجو أن تلتزموا بحدود الوقت، سوف أقاطعكم للأسف لأنه علينا أن نمنح الوقت الكافي للحلقات التالية، إذن 10 دقائق فقط لكل شخص وسوف أحرص على ذلك. نعم يزن، أرجو أن تبدأ أنت، أرجو أن تحدثنا قليلا عن تجربتك الشخصية، وأيضا ما يعني ذلك بالنسبة لك أنك يمكنك أن تكون جزءا من هذه العملية الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد من الناجين من المخابرات الجوية فرع المزة، اعتقلت بال 2011 ب 14/11/2011 وطلعت ب 27/3/2012. طبعا الاستاذ انور البني حط بوست على الفيس وتواصلت معه ومشينا بالقضيه لحديت معه، وصلنا ان شاء الله لنرفع صوتنا نحن كمعتقلين، وانا بحكي عن المعتقلين الجويه بما انه في معتقلين من فروع ثانيه. المعاناه اللي بدي اقولها عن حالي، في عندي قصص كثير احكي لكم اياها، بس نحن لازم بهاللحظه نحط حالنا بموقف ونتخيل شو ممكن هلا يكون عم يصير بهذه اللحظه بالذات بالمخابرات الجويه فرع المزه. المعاناه كثير كبيره، معتقلين حاليا بيكونوا عم يحلموا بس انه يطلعوا، متاملين كثير فينا انه نحن نوصل صوتهم،
وإن شاء الله يعني نوصل بالنهاية للإفراج عن جميع المعتقلين وأكيد معاقبة جميل الحسن المجرم الأكبر بنظري. ممكن هو شوي الوضع هلا عم بتذكر رفقاتي شلون كنا سوا بالمعتقل كل لما في كل يوم الصبح كل واحد يقول انه شو حلمت دائما كلياتنا كنا عم نحلم انه فاتت قذيفه بالحيط انفتح الحيط وهربنا كان هذا الحلم تبع اغلب المعتقلين. اول شيء كمان بدي اقول لامهات المعتقلين اللي اولادهم استشهدوا واللي لسه ما بيعرفوا اخبار عنهم الله يكون بعونهم وان شاء الله نحن بنلحق ننقذ اكبر كميه من المعتقلين ان شاء الله بجهودكم وبالحس الانساني اللي بتحملوه انه توصلوا رسالتنا. نحن مع انه بس مجرد بس 14 شخص رافعين حاليا دعوه اوكي نحن بس 14 واحد رافعين دعوه بس نحن ان شاء الله بنكون عم نحكي باسم جميع المعتقلين الموجودين بالسجون. تجربتي كانت 4 شهور ونص تعرضت فيها للتعذيب بالبدايه اول شهرين بعدين ما عاد صار في تعذيب. بالنسبه لي تعرضت للتعذيب باليوم 20 21 24 27 28 32 36 40 41. نحن المعتقلين بنعد الاعتقال تبعنا بالايام. بالنسبه لي اليوم 36 هو كان اصعب يوم بحياتي. كانت مدة التعذيب فيه كتير طويلة تصل بين 8 إلى 12 ساعة مستحيل أتذكر قديش الفترة. كانت على مرحلتين وصلت فيها بالنهاية أنه اعترفت على ماما أنه هي أكبر إرهابية بالثورة واعترفت أني قتلت سعد الحريري طبعا كل هذا موثق واعترفت أنه بنته لأوباما هي الجيرفريند تبعي وكان التواصل كلياته عن طريقه لحتى نجيب الافكار الارهابيه من الغرب ونحطها نحن عنا بسوريا. بهذاك اليوم لما اعترفت على ماما بعد 5 دقائق جابوا وحده من المعتقلات هو بالجويه في امكن مخصصه للشباب امكن مخصصه للنساء فجابوا وحده من النساء وصاروا يعذبوها. طبعا انا مطمش ومكلبش وكنت مشبوح شبح خلفي بهذاك الوقت. فالتعذيب اللي صار على الست اللي كانت قدامي اللي أنا ما بعرف مين هي كان يمكن من أشد التعذيب لأنه كان تعذيب نفسي إنه أنا لأنه خطر على بالي يقول إنه ماما هي الإرهابية فهن جابوا واحدة مشان على أساس إنه هي ماما ونزلوا تعذيب فيها. كان يمكن من أكبر التعذيب النفسي اللي تعرضت له بكل حياتي. إن شاء الله تسامحني إذا كانت عايشة ولا ميتة بس ما مو بإيدي. يوميتها كمان بعد ما لما كنت مشبوح بعد ما خلصت اعترافاتي قطعوا الحبل فأنا طجيت بالأرض. فأنا بصراحة كل فكري حالي أنه أنا ميت. واحد كان مطمش ومقلبش وبدون أواعي وكان صلاح متعرض للتعذيب لمدة 8 ساعات فكل فكري أنه أنا متت. فلما متت وأنا أنا صرت معتم مقلبش ومطمش فركدت كل فكري أنه أنا أروح فبس بدي أشوف لأنه أنا بدون نظارات للأسف ما فيني كتير أشوف منيح. فركضت باتجاه المساعد اللي كان عم يعذبني فبس مشان احفظ وشه مشان اشكي لله انه هذا اللي كان عم يعذبني. فانا ركضت عليهم هو صار يهرب ونادى للعناصر تبعه هجموا عليه بعدين 5 كل واحد حامل اللي بيحسن يحمله بطريقه يعني اللي معه العصا الاخضر الابراهيمي ولا اللي كان معه كبر رباعي او حتى العصايات الكهرباء اللي هي نوعين بالجويه. في نوعين عصايات كهرباء في عصايات كهرباء لما بتكون لساعتك ليفل 1 وفي عصايات كهرباء ليفل 2. فلما هجموا علي كلياتهم انا يعني ماني اكل هم غير انه بدي اشوف واحفظ وشه لهذا اللي عم يعذبني. ضليتني عم باكل ضرب كثير وبعدين الرفس اللي كان بوقتها ما كان طبيعي ففي واحد كان معه كلاشينكوف فللاسف يعني بخبطتين انا صرت اخذ وضعيه مو منيحه. بخبطه ثانيه كانت الكلاشينكوف جوا جسمي عانيت منها كثير لهالحركه. ضليتني اكثر من تقريبا من شهرين ما احسن لا اكل ولا اطرح فهون نزل وزني بشكل كثير كبير. بسمعنا كثير عن صحفيين بيسالوا كان اول سؤال دائما بيسالونا اياه كان الاكل منيح كنتوا عم تحسنوا تناموا كم واحد كان بالغرفه. بحب اقول لكم انه كل هاي الاسئله انتم عم تسالوا لمكان انا بسميه نيفرلاند
يعني مستحيل تلاقي معتقلين بيعطوا نفس الجواب لأنه كانوا بمكانين مختلفين بزمنين مختلفين. لما بيكون في حيلة سؤال بتحبوا تسألونا يا بعدين برا وقت محدد حتى ساعة محددة لأنه حتى السيستم الصبح غير بيختلف عن سيستم المساء. وكانت هي طبعا من أكثر الشغلات اللي نحن كنا نعانيها كمعتقلين لأنه نحن كانوا دائما يفتلونا من غرفة لغرفة. أنا بالشهر الأولاني لحاله فتلت 7 غرف، فكل ما انتقل من غرفة لغرفة يتغير النظام، نظام الأكل، نظام الشرب، نظام النوم، نظام الحكي. حاليا ما بقول غير الله يفرج عن كل المعتقلين وإن شاء الله نأخذ العدالة بالنهاية لأنه العدالة هي هدفنا. وأنا مآمن برب العالمين وبجهود السادة الكرام وبجهودكم، بجهودكم ليس كصحفيين، بحسكم الإنساني، وهذا اللي إن شاء الله ناطرينه إنه نوصل له بالنهاية هي العدالة. شكرا كثير. Thank you very much, Yazan. I find it. شكرا جزيلا يزن. يعني صراحة من الصعب أن أستمع إلى هذه القصص فقط، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن تكون أن تعيش هكذا تجربة. لدي سؤال لك، يعني إذ أن وفكان كالك أيضا ذكر ذلك في البداية، إن هناك المستندات المسمى باسم القيصر، يعني 55,000 صورة لأحد المصورين الرئيسيين التقطهم لمن لم ينجو من هذا النظام بل ضحايا لهذا النظام التعذيب. هل اطلعت على هذه الصور؟ هل تستطيع أن تتفرج على هكذا الصور أم لا تستطيع أن تفعل ذلك؟ جربت صور قيصر، كانت صدمة كتير كبيرة لجميع السوريين، يعني مو بس حتى الأسر اللي عندها أبناء معتقلين. أنا كنت مآمن، ضليتني لفترة كتير كبيرة إنه رفقاتي لساتهم عايشين، إحنا اعتقلنا 4 مع بعض. بصراحة ما اقتنعت إنه استشهدوا غير لفترة وجيزة، حتى إجا واحد من 4 وخبرني إنه 2 البقايا استشهدوا. استشهدوا بإعدام ميداني بسجن صيدنايا ب1/1/2013، الدكتور كنان طيلوني وعبد الرؤوف سيد لحام. شفت صور سيزر أكثر من 100 مرة، بس كل ما تمرق صورة رفيقي عبد أقول إنه هذا مو هو وضلني ماشي. ما كنت أحسن أتقبل إنه رفقاتي استشهدوا، كان شغلة كتير 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 صعبة علي. بس من لما بلشنا القضية تواصلت مع صديق إلي وبعث لي الصورة، طبعاً ضليتني متأمل فيها أكثر من ساعة. للأسف إيه، هو صديقي عبد الرؤوف سيد الحام وواحد من الصور اللي تسربت. ولما تواصلت مع صديقي اللي هو اعتقل معي، إحنا كنا 4، أنا وياه الوحيدين اللي نجينا من هاي المجموعة. المجموعة طبعاً ضمن لها أعداد بعدين، لأنه كل ما يصير في اعترافات مجموعتنا بدت بأربعة صارت 7، بعدين وصلت 36 وكبر الرقم. الحمد لله أهلي حسنوا يطلعوني من المجموعة، وهي أكثر شغلة صعبة عنا بسوريا. السوريين بيعرفوا شو معنات عنصر يطلع من المجموعة ضمن المخابرات الجوية. الله يكون بعون الأمهات اللي شافوا صور أولادهم بصور متسربة من صور قيصر. بس أكثر من هيك أدلة شو بدها الإنسانية لحتى تتحرك. نحن صرنا 6 سنين عم نموت، 6 سنين المعتقلين ناطرين أنه يطلعوا، 6 سنين الإجرام والانتهاكات الإنسانية عم تصير كل يوم كل لحظة، وللأسف ما حد عم يتحرك ولا حد عم يحس. إن شاء الله تكون هلا هي البداية. شكرا. Thank you very much. شكرا جزيلا. من منشأ صعب للغاية ننتقل إلى سجن آخر، شبال إبراهيم. هل تستطيع أن تحدثنا عن تجربتك؟ هل هي نفس شيء تقريبا الذي وصف لنا طارق؟ يعني لكل شخص يجرب صيدنايا، يعني كي إلى أي درجة استطعت أن تتفاعل مع الآخرين المعتقلين؟ يعني كيف كانت التجربة داخل السجن؟ طبعا أشكر هاينريش-بول وكل المنظمات اللي قامت بهالدعوة والECCHR. طبعا بصراحة يعني 10 دقائق يعني وكأنك عم تقول فوت على السجن
من أول وجديد، لأنه صعب بعشر دقائق تحكي عن صدناية. يعني أنا بتوقع بخلال شهرين يعدوب يعني تلحق تحكي عن صدناية. الموضوع الثاني طبعاً، يا ريت بعد سبع سنوات ونحن نجتمع هون وما نحكي عن هالآثار التعذيب ونتحدث عن الشيء اللي صار، مفروض المجتمع الدولي المتخاذل كان خلانا إذا كان له موقف بهداك الوقت، اليوم كان بدنا نحكي عن سوريا المستقبلية وكيف بدنا نبني ديمقراطية بالبلد مثل الشيء الموجود بألمانيا وبالدول المتقدمة. بس مع الأسف لساتنا بعد سبع سنوات عم نحكي على السجن وعن دعاوي اللي عم تواجهنا. طبعاً سجن صدنايا من أبشع السجون بتوقع في العالم. سجن صدنايا يعني شيء فظيع. طبعاً أنا شفت سبع سجون تانين قبل ما بفوت على صدنايا، كنت بالمخابرات الجوية، رفيقي يزن حكى بشكل مطول عن الجوية. بس سجن صدنايا تصور يعني بعد أربعة أشهر اللي أنا دريت أنه أنا بسجن صدنايا، طلعت من سجن صدنايا بعد سنة وست أشهر من بداخلها وأنا ما شفت سجن صدنايا، شفت عن طريق منظمة العفو الدولية وعن طريق الأنترنت. الموضوع الثاني يعني وقت نزلنا من السيارة بعد ما سلمونا الشرطة العسكرية اللي موجودين بصدنايا، يعني طبعا حاولنا بالبراد، سيارة البراد. طبعا حابب أنا أخبركم كلياتكم أنه تحويل السجناء عن طريق المشافي أو عن طريق السجن لسجن عن طريق البرادات بتصير، يعني مشان يفكر الناس اللي برا أنه هدول براد الأكل، لأنه بيخافوا الناس بتدخل على السيارات وبتأخذ المساجين. فعن طريق البراد في أحد الشباب حاول بإيده يعني رفع القطعة القماش اللي موجود على عيننا، يعني شفنا شوي، ما شفنا غير أكثر من 200 عنصري عسكري باللباس المموه ويعني باتجاهنا أجو. يعني فكرنا نحن بالفرقة الرابعة، نحن فكرنا بجهنم، وين في وين نحن. يعني حفلة الاستقبال حاله بدأ يوم كامل. الموضوع الثاني انه بعد سنه وست شهور انا ما بعرف كيف سجن صدنايا، باي طابق كنت. بعد ما طلعت خبرت احد السجناء السابقين اللي موجودين كانوا بالتسعينات انه سجن صدنايا انا كنت بالطابق تبع الزيارات، الطابق الزيارات. قام قال لي هو انه انت بالطابق الاول كنت. يعني في سريه بسجن صدنايا، سريه غير طبيعيه. يبدو في غرفه يعني عم تديرها السجن، غرفه عملاقه بالناحيه الامنيه، إلى استخباراتها، إلى يعني جهاز غير طبيعي أبداً. الموضوع الثاني إنه طبعاً يعني أنا نسيت إنه يعني أترحم على الشهداء اللي استشهدوا داخل المعتقل، والأم الغالية هون يعني مريم حلاق، يعني أنا بعرف مشاعرها، ونحن كمان صارنا سبع سنوات عم نموت. صحيح نحن برا وعايشين ببلد متطور، بس يعني يوميا او بشكل اسبوعي انا عم بفيق وعم بحلم انه انا بالسجن. يعني اكثر المرات زوجتي بتحاول بتنام الظهر مشان بالليل اذا صارت معي اي اشكاليه بتحاول تخبرني. طبعا وتعرضت لجلسات نفسيه وتعرضت لحد هلا عم تعرض الاطباء يعني، بس بكل هالشيء ما عندي اي مشكله انه انا اتحدث عن صدنايا لكل وسائل الاعلام لكل الدنيا. بس مع الاسف ما زال هناك دبلوماسيين يعني ما بيعرف شو هو سجن صدنايا، ما زال هناك قنوات إعلامية ما بتعرف شو هي سجن صدنايا. يعني لا أبو غريب ولا غوانتانامو ولا أي سجن بالعالم بيشبه 10% من سجن صدنايا. تصور أنا تحولت على مشفى تشرين العسكري لأنه أنا كنت مريض، وفي مظاهرات عم تصير بمناطقي وبأوروبا عم تصير، لأنه الأكراد قليلين كانوا معتقلين. فعن طريق الهجمة الإعلامية اللي عم تصير لأجلي قام حولوني على مشفى تشرين العسكري. طبعا انا ما بعرف انه وين شو هالمشفى، لانه المعتقلين السابقين بيعرفوا انت مسكر بعينك وبايدك. يعني اول ما فتت على المشفى الممرضات عم يضربونا بجهاز السيروم، المحلل اللي بده يسحب الدم عم يضربني بالابره، المكنسه اجت كبت الشامبو والصابون على 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 وجهي. بعد ما فوتوني على السجن المشفى التشرين وعملوا تحاليل يعني روتينية رجعوني، بعدها بشهر اجت لي ورقة انه مكتوب، طبعا انا اسمي كمان مو شبال ابراهيم بسجن بمشفى التشرين، انا اسمي 1325، هي لغة الارقام، لانه هن بيخافوا هذا النظام، بيخاف اي دكتور او طبيب او يعني ممرض بيعرف بتعرف علي. فكان رقمنا 1325. بعد ما استلمت الورقة مكتوب السجن العسكري الاول في دمشق، وقت عرفت أنه أنا بسجن صدنايا.
وقت عرفت انه مكتوب محمد نجيب محفوظ اللي هو مدير السجن، ومكتوب انه انا تحولت على مشفى تشرين العسكري. طبعا انه انا خدمت بالجيش، انا خدمت بمشفى تشرين العسكري، بس انا ما كنت بعرف انه انا موجود بمشفى تشرين. الموضوع الثاني انه انا تلقيت زياره بعد سنه وست شهور. طبعا منظمه العفو الدوليه مشكوره، يعني هي اللي تبنت قضيتي كاحد معتقلين، وكنت من المختفين قسريا بعد سنه وست شهور. انه تلقيت زيارة خمس دقائق. طبعاً بالزيارة كمان بدأ يوم كامل أحكي لكم عن زيارة. بعد ما طلعت كسر لي إيدي سجان لحد هلا. طبعاً عملت عملية بألمانيا ولحد هلا عم بتعالج. حابب بس أفرجيكم الصورة اللي أنا طلعت بعد المعتقل. هاي الصورة تبعي. يعني أنا فتت على السجن وزني كان 95 كيلو، طلعت من السجن وزني 62 كيلو. الموضوع الثاني إنه أنا انحكمت 15 سنة بالأشغال الشاقة، وأنا اللي استجوابني القاضي خلال دقيقة واحدة. ثلاث أشخاص باللباس المدني موجودين محكمة الميدان أو ما يسموها بمحكمة الإرهاب. دقيقة واحدة بعد ما طلعت من السجن، لأنه بدي أسافر على قامشلي وما في طرق برية، لأنه في الميليشيات وفي الداعش وفي كذا، أنا مجبر بدي أسافر بالطيارة. فوقتها قلت لأخي أنه أنا بحاول أنه حاول تجيب لي ورقة من القضاء العسكري مشان أقدر أسافر، لأنه ما في عند النظام ثقة، لأنه اعتقل بعد ما أنا كنت موجود بالسجن سبع أشخاص من نفس الاسم شبال إبراهيم، وأنا موجود داخل السجن. فجبنا الورقة من القضاء العسكري، ولا أنا أتفاجأ أنه أنا محكوم 15 عاما. وليش طلعت أنا من سجن صدنايا؟ طبعا طلعت من سجن صدنايا لأنه صار في ضغط، في معي قوائم من الاتحاد الأوروبي اللي هن بعتوا أسماء، أنه 63 اسم من بينهم اسمي كان موجود. الموضوع الثاني المظاهرات. الموضوع الثالث طبعا النظام كان يعني كان عامل خطه كثير حلوه له، انه انا بدي اقعد بسوريا، مؤتمر جنيف 2 كان على الطريق، انه بدي اضل معارضه داخليه مثله مثل جماعه الداخل يعني، وما بحكي عن النظام ولا بحكي عن اي شيء ولا بشار الاسد، وبطلع على جنيف 2 لانه انا اسم معروف، ويوم بسوريا كان سبت الوفاه لشبال ابراهيم، وبيطلع بيشارك بجنيف 2 وبيكون ضمنيا معنا. هذا الشيء اللي خلى النظام بيفرج عني، وبرغم أنا كنت 15 محكوم بالأشغال الشاقة. فطبعا حتى الشيء اللي حكى وتقرير منظمة العفو الدولية، وأنا كنت فيها أحد الشواهد، طبعا حكى القليل وما حكى الكثير، لأنه سجن صدنايا يعني فيها أساطير، فيها عذابات، فيها شغلات يعني بصراحة بتوقع الوقت الضيق هو اللي ما بيسمحنا أنه نحكي كل شيء بتفاصيل سجن صدنايا. Thank you very much, Shappal Ibrahim, for sharing this. شكرا جزيلا لك شبال إبراهيم لمشاركتنا في ذلك. وأعلم أنه لا يفي لأي شخص أمضى أسابيع بل أشهر في هذه السجون الرهيبة والفظيعة. أعلم أنه من الصعب جدا اختصار الوقت في 10 دقائق، ولكن هذا الموضوع أعتقد أن علينا مخاطبته وجمع الانتباه بأكثر طريقة ممكنة. لذلك فأنا سعيدة أنكم انضممتم لنا حتى ولو كان الوقت قصيرا جدا. أتمنى في ولو دقيقة نسيت شغلة بحابب أحكيها للجمهور يعني مشان يعرف إذا في مجال للوقت. One minute. طبعا أنا ما حكيت عن العقوبات بسجن صدنايا، بس بدي أحكي لكم قصة واحدة صارت معي، طبعا معنا كلياتنا. يعني أحد المرات دخلونا مرهم مزيل شعر مشان تحت الأباط. بعد ما دخلونا المرهم ساح السجان إنه كل الناس بكرة إذا بدي أفوت على المهاجع الكل بدي يكون دقنه يعني خالص، الحلق الدقن لازم تنشال. تصور المرهم ما بيشيل 15 شعرة، صار كل واحد عم يسحب شعر الثاني من وجهه، يعني كل واحد بده ينتف، لأنه إذا في واحد ضل عنده الدقن ثاني يوم راح للقبو يعني. ف يعني اكثر من يعني من تقريبا من بعد الساعه تقريبا 10 11، لانه ما في ساعه ولا شفنا الشمس ولا طلعنا برات السجن الا للمشفى ولا المحكمه الميدانيه. يعني ضلينا تقريبا باخر ليله خلصنا الشعر، يعني كل واحد منا صار شكله رعب، يعني صار كنا يعني صرنا نخاف من بعض يعني.
فكل واحد يتخيل، بتمنى كل واحد يتخيل بس هالموقف يعني، انه تعال انت شيل شعر الوجه الثاني وبتنزعه للاخير يعني. وشكرا، اسف لانه انا حكيت هيك، وبلكي في معتقلين يعني لساتهم بالسجن، بس حبيت بس اوصل هالاحد للعقوبات اللي انا شفتها بعيني. شكرا. أعتقد أن هذه والتقنيات التعذيب الأخرى هي مقصودة لكي يتخوف الناس بعدها من مشاركة الآخرين في تجاربهم. القصد والرغبة هي الإذلال، ونحن لا يمكن أن نتخيل ما يحدث في السجون، والأمر بشع حقا. والسيد أنور البني، أنا الآن متشوقة أن أسمعكم لأنكم تعرفون أيضا السجون من الداخل والخارج، وأرجو منكم الآن أن تحدثونا عن انتهاجكم الآن للموضوع من هذه المسافة المتواجدون عليها، حيث تعملون على الموضوع من منطلق آخر تماما. للحضور والاهتمام. طبعا قصص التعذيب اللي حكوها جزء بسيط من الضحايا، هو يعني جزء بسيط جدا، ولا اعتقد انه عقل بشري يمكن ان يتخيل طرق واساليب التعذيب التي تمارس في سوريا. احب ان اذكر كما حكى يزن، الآن هو يتذكر المعتقلين في مطار المزة، وأنا أريد أن أذكركم الآن هذه الساعة التي نتكلم بها يموت على الأقل معتقل في سوريا، كل ساعة يموت معتقل في سوريا بالشكل العام. يعني عم أحكي بالشكل العام، أنا بحب بدي جاوب على أسئلة ممكن توارد بذهننا جميعا كحضور. اولا، شو راح تضيف هذه الدعوه الجديده لما سبق؟ اعتقد بانه الدعوه الجديده او الدعوتين الجديدتان هي ستكمل اطار الصوره بما يحدث في سوريا، وتثبت ان ارتكاب الجرائم هو ليس سياسه ممنهجه لجزء من النظام لفرض هيمنة جزء سياسي على المجتمع، وإنما هي سياسة بنيوية بالنظام وشخصياته. يعني ليس فقط النظام لديه سياسة إجرام، وإنما شخصيات النظام كلها لديها سياسة إجرامية. هذا جدا مهم لإكمال لماذا ترتكب هذه الجرائم في سوريا بهذه الشناعة وبهذا الوسع، وهل على كل المستويات. هذه الدعاوى اليوم تثبت بأن المجرمين هم حتى أعلى المستويات، وهو بشار الأسد. هذه بنية شخصية وبالنظام وبآلية الحكم. السؤال الثاني ممكن يتبادر لذهن الجميع، أنه ربما هل هذه الدعاوى من أجل الانتقام باعتباركم ضحايا؟ أنا أقول عن شخصي، وأعتقد أن الجميع الضحايا هنا يقولون نحن سنسامح بحقنا إذا ضمننا لأولادنا ولأولاد المستقبل أن لا يكونوا ضحايا. نحن لا نريد أن ننتقم لأنفسنا بكوننا ضحايا، نريد أن نحفظ لأولادنا ولأجيالنا القادمة أن لا يكونوا ضحايا. هناك فرق كبير. نحن نسعى لخلق طريق سلمي للوصول للعدالة، طريق سلمي لنوصل لسوريا القادمة، لنقطع الطريق على الطرق الظلامية التي يمكن أن تتسلل لسوريا. نريد أن نخلق أمل لدى جيل السوريين القادم عوضاً
أن يبقى لديهم إحباط ويأس، ويمكن أن تستغل هذا الإحباط عدد كثير من الأفكار المتطرفة أو المنظمات الإرهابية، تستغل هذا الإحباط واليأس لتحولهم إلى مجرمين مثلهم. العدالة لن تكون بالنسبة لنا، وأعتقد كما قلت أنا شخصيا متنازل عن حقي، وأعتقد جميع الضحايا مستعدين لهذه الخطوة إذا ضمنوا بأن أولادهم لن يكونوا ضحايا في المستقبل. السؤال الثالث الذي يمكن أن يتبادر للجميع، لماذا تستهدفون نظام الأسد في هذه الدعاوى الأربعة؟ سؤال ربما مشروع. أعتقد بأن لدي أولا نحن سنسعى وراء جميع المجرمين في سوريا بكل الاتجاهات ومهما كانوا ومن أي دين أو مذهب أو سلطة أو مجموعة. ابتدأنا بالبحث بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري لسببين. أولا لأن حجم الجرائم واتساع أنواعها واستخدام كل أنواع الأسلحة والعدد الهائل مئات الآلاف من الضحايا، أعتقد بأنها سبب أساسي أن تكون هدفنا الأول وليس الوحيد. والسبب الثاني وأعتقد أنه كمان مهم، بسبب الحماية التي يتمتع بها هذا النظام، بسبب الإحساس بالإفلات من العقاب والاطمئنان، ليس الإحساس، الاطمئنان إلى الإفلات من العقاب. أعتقد أن كل المجموعات الأخرى في سوريا التي ترتكب جرائم ليس لديها إحساس بالاطمئنان إلى الإفلات من العقاب. نظام الأسد أو نظام المجموعة التي تمسك بمقاليد الحكم في سوريا هي الوحيدة التي تشعر وتأمن وتتمكن من الشعور أو الاطمئنان إلى أنها ستفلت من العقاب. أولا بسبب الدعم الروسي والصيني وحمايتها من محكمة الجنايات الدولية، ثانيا بسبب أن ما زال العالم كله يتعامل معها كأنها حكومة شرعية وأنها حكومة منتخبة وأنها تمثل، ما زالت تمثل سوريا في المجالس الدولية وسفراءها أو ممثليها في كل العالم. لذلك بسبب هذه النقطة فإن توجيه نحو النظام السوري سيكون له وهو مهم جدا إرسال رسالة بأن زمن الإفلات من العقاب انتهى ويجب أن ينتهي. بالإضافة أن البعض، أعتقد بعض ولا أعتقد أنهم كثيرون، ما زالوا لديهم أمل بأنه يمكن إعادة تأهيل مثل هؤلاء المجرمين وإعادة دمجهم في المجتمع الدولي بطريقة ما، ويمكن أن يجعلوا العالم يصافح يد مغمسة بدماء السوريين تحت أي عنوان من عناوين البروباغندا أو الحل السياسي أو نريد السلام أو انسوا ما مضى أو 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 أو. هناك أفكار بهذا الاتجاه وهناك محاولات أعتقد وأنها وإن كانت صغيرة. لذلك هذه السياسة ربما تخدم مصالح حكام وليس شعوب، وأنا أقول أعني بأن هذه السياسة ربما تحكم مصالح أنظمة حاكمة، أحزاب حاكمة، مجموعات حاكمة بكل الدول، لكنها لا تمثل ولا تحمي مصالح الشعوب تحت باب الحفاظ على المصالح السياسية أو الاقتصادية لهذه المجموعات التي تحكم دول العالم. ربما يفكر البعض بمثل هذه الأفكار. نحن بعملنا، وأعتقد ولا أعتقد أن أحدا يحاول التفكير بإعادة تأهيل داعش، التعامل معها أو النصرة أو المجموعات الطرف الأخرى. هذه الجهة الوحيدة
المجرمة في سوريا والأكبر إجراما في سوريا، هناك من يفكر بأنه يمكن التعامل معها كأنهم أشخاص عاديون وأبرياء أو لم يرتكبوا جرائم أو ارتكبوا جرائم يمكن التغاضي عنها. نحن نستهدفهم أولا وليس أخيرا كما قلت لنقطع الطريق على مثل هذه السياسة، لأن هذه السياسة هي التي لن تسمح لسوريا في المستقبل أن يعود بنائها، وهذه السياسة لن تسمح بإعادة بناء السلم الأهلي في سوريا. وبالتالي نحن هدفنا إعادة إعمار سوريا، إعادة السلم الأهلي لسوريا، إعادة الديمقراطية والمجتمع المدني في سوريا إلى دوره الطبيعي وريادته، وإعادة بناء الدولة والهيكلية النظام في سوريا على أساس ديمقراطية. آمل أنني أجبت على أسئلة ربما تتبادر لذهن الكثيرين، وأعتقد بأن حديث الضحايا وأكد أو أوضح الحجم الهائل والممنهج لما عانوه، وهو يستحق حقيقة اهتمام العالم واهتمامكم جميعا، وشكرا لاهتمامكم أنتم بالذات. Thank you very much. شكرا جزيلا أنور. أن عالم تماما أنك عموما تنجرف قليلا، وعالم أننا استطعنا نستفيد منك فترة أطول الكثير منك، أن ممنونة لك أنك التزمت بالوقت. وأنا ذكرت أعتقد نقطتين أو جانبين هامين فيما خص أيضا موضوع المساءلة. يعني قلت أن النظام السوري ماذا يتم الاعتراف به كالهيئة الشرعية، وعلينا نتذكر في عام 2006 انضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا يمكن أن يصدقه أحد لو لم يكن مكتوبا هناك في عام 2014 أيضا أكدوا على ذلك. وإذا طارق، هل تستطيع من وجهة نظرك يعني أو من موقف مركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يعني من أولى ضحايا استهدفت في دمشق كالمنظمات المعروفة عالميا، هل تستطيع أن تشترنا عن وجهة نظرنا ما كيف يمكنكم أن تعملوا على المواضيع التي جعلت منكم منظمة حامة في البداية؟ حقيقة يعني ما يلفت أو الأمر اللافت بما بكلام يزن وشبال، بالإضافة إلى الألم اللي ظهر أثناء تذكرهم لمأساتهم، هو الأمل. أملهم بأنه مع معاناتهم وأنه الجرائم اللي ارتكبت بحقهم وانتهاك إنسانيتهم ما راح تمر، وراح تيجي اللحظة اللي يحاسب من ارتكب هذه المأساة بحقهم. هاي النقطة بالذات تأخذنا أنه نحن من خلال هذه الدعوة وصلنا إلى نصف هدفنا أو أكثر من نصف هدفنا، الأمل. الأمل اللي ما زال موجود عند شبال وعند يزن، واللي لازم يضل عند مئات آلاف السوريين اللي عانوا مثل ما عانى شبال ويزن. هذا الأمل إذا ذهب رح يحل محله الإحباط، بعد الإحباط في التقوقع، بعد التقوقع رح يكون التطرف، ومن ثم رح يكون سبل كثيرة لإظهار هذا التطرف أحدها الإرهاب. هي النقطة اللي نحن ما بنصلها، وهي أحد أهم أهدافنا من هذا من هاي الدعاوي. في اعتقاد عام بالمنطقة بشكل عام وبسوريا بالتحديد إنه الغرب ما عاد مهتم بشكل النظام بسوريا أو بغير سوريا بالمنطقة، ما يهمه هو أنظمة تؤمن للغرب مصالحه وسياساته.
هذا الاعتقاد موجود، وإنما الآن تطور هذا الاعتقاد، تطور إلى أنه أصبح بالشكل التالي: الغرب يمنع التغيير بالمنطقة، الغرب ضد التغيير بالمنطقة، مستعد يتعامل مع أي نظام طالما هو يحفظ أو يحافظ على أبناء دولته ضمن سجن كبير ويمنعه من الخروج خارج حدود المنطقة. هذه الرؤية، هذا الاعتقاد يولد التطرف ويولد الإرهاب. هذا الاعتقاد هو هدفنا، أنه نبدده ونمي. بدي أحكي لكم قصة عن سيدة هي قريبتي، هي أختي غير الشقيقة. هذه السيدة مدرسة بدير الزور، ابنها عمره 16 سنة ومن المتفوقين بالصف العاشر الأول الثانوي العاشر. بال 2011 درج النظام على أنه يخرج مظاهرات مسيرات يظهرها على الإعلام على أنه هناك تأييد له بالشارع، وكان يخرج طلاب المدارس والموظفين بهذه المظاهرات. إحدى هذه المسيرات كان موجود محمد اسمه مع زملائه. خلال المسيرة هتف محمد ضد بشار الأسد، هجموا عليه رجال الأمن وطرحوه أرضا ونالوا منهم ما نالوا من التعذيب من الضرب والإذاء. الضابط الموجود لم يكتفي بهذا الأمر، اقترب من محمد الملقى أرضا وأطلق على رأسه رصاصتين أنهت حياته. محمد الملا عيسى الآن والدته تعيش على هاجس واحد فقط، هو محاسبة قاتل ابنه. علينا أن نفكر بهذه السيدة، ما هي المثل والمبادئ التي ستزرعها عند تلاميذها فيما لو أدرنا ظهرنا لحلمها بالعدالة. شكرا. Thank you very much. شكرا جزيلا. أستطيع أن أؤكد فقط على أنه بالفعل من العظيم أن نرحب بك هنا بيننا، يعني أنني أعتقد الأشخاص الذين لديهم هذه القصص المروعة، يعني ما ذلك شيء مشجع، يعني هناك أشخاص يعني لا يريدون فقط بالتسامح بل أيضا يريدون الخطوة، هذه الخطوة الكبيرة لخلق مستقبلا أفضل. وإذا نحن ممنونون جدا لجميعكم. إذا شكرا للإنضام إلى طارق، أنور، شبال ويزن، شكرا لحضورنا معنا إلى هنا اليوم، ونتمنى أننا نحاول نرافقكم فيما بدينا فيه اليوم للبحث عن العدالة في المستقبل أيضا. شكرا. All I have to do now is الآن علي فقط أن أسلم الكملكة لماركوس بيكون من منظمة العفو الدولية. وإذا أرجو أن تتفضل إلى هنا وأخذ حل الميكروفون مني، وإذا سيعرفكم بما هو القادم. مساء الخير. وفي بعض الأحيان علينا أن نتحلى بالمرونة
وهذا ما علينا وعلي الآن، إذ أنني لست هنا وحيدا في هذا الجزء، بل لدينا شريك ساعدنا في تقرير عن سجن سيدنايا في منظمة العفو الدولية. أود أن أعرفكم به، وهو معنا هنا بشكل افتراضي فقط، وعلينا علي أن يرادرنا بسرعة، فإذا أجيز في الكلمات التمهيدية. ولكن مع ذلك لبعض الخلفية، منظمة العفو الدولية يعني أعطت دعم ممنهج لجرائم حقوق الإنسان في سوريا منذ عقود، بل لضحايا التعذيب. وعندما تم تأسيس هذه المنظمة في 1961، بيترسون كان يفكر إذا العالم كان يعلم سيقف ضد هذه الأشياء التي تحصل. وبعد نصف قرن أصبح واضحا أن المعرفة لوحدها لا تكفي. العالم يعرف، ونحن جميعنا نعلم، ولكن كثيرا ما نفشل في التدخل. وإذا نستطيع أن نعرف من غير ما تحرك نفوسنا لغاية ما نفعل شيء حقيقي. ولذا في بداية هذا العام نشر منظمة العفو الدولية تقرير عن صيدنايا، وتعاوننا مع الشريكين تحت عنوان المجزرة الإنسانية والمشلخ البشري، يعني يحاول في ما يزيد عن 40 صفحة تلخيص لكل الجرائم التي تقترف وما زالت تقترف في صيدنايا. وعملنا مع الشهادات والمقابلات مع الناجين، وأيضا من كان حراس ومسؤولين رفيعي المستوى هناك. ولكن توضحت لدينا أيضا أن علينا أن نبحث عن طرق جديدة لجعل الشيء الذي قد لا يمكن تخيله ولكن تقريبه نوعا ما. وهذا ما سمعناه من الناجين الذين شاركوا لنا تجربتهم للتو. لذا نوعا ما أود أن أخذكم إلى صيدنايا. لحسن الحظ فقط بشكل افتراضي وبكل أمان وبتذكرة رجوع، يعني لذا أفتخر بتعريفكم بدليلكم إلى مبنى صيدنايا عيال ويتسمان، وهو مؤسس المشروع الشريك لدينا، وهو العلم المعماري الجنائي، وهو نفسه مهندس معماري ويستعمل معرفته ومهاراته من أجل العلم الجنائي. والآن أسلم الكلمة لإيلي ويتسمان. أهلا وسهلا بك، من الرائع أن نرحب بك الآن. أتمنى أنكم تسمعونني الآن. نعم، هل هذا صحيح؟ نعم نسمعك، هذا رائع. إذن حقيقة القليل فقط، يعني نادرا ما حتى في محقق بحقوق الإنسان هناك عدد قليل من التحقيقات قد أثرت علي إلى حد الدرجة مثل ما أثر علي التحقيق في سجن سجنايا بالفريق العامل معي على العلم المعماري الجنائي. ما نفعله في هذا العلم عادة هو أننا ننظر إلى الأدلة البصرية، مثلا مقاطع فيديو، صور محوسبة، نحاول أن نعرف أين التقطت هذه الصور وما تبين فيها. ولكن في حالة صيدنايا كانت للمرة الأولى، حيث لم تكن لدينا أي أدلة بصرية أبدا لهذا المكان. ومن الواضح كانت هناك يعني بعض الأشكال الخارجية لهذه المباني من صور التقطت من الأقمار الصناعية في خارج ضواحي دمشق، ولكن تحت السقف لا يمكن الاختراق إلى داخله، ليست بالنسبة لنا بل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. يعني لم يكن هنا الدخول إلى هذا المبنى. صراحة من شهد صيدنايا من داخل هم يا أما المقترفين أو
الضحايا لهذا السجن. وحقيقة تبدأ القصة بالناجين من صيدنان، كانوا لاجئين في تركيا وكانوا في مناقشات مع منظمة العفو الدولية، والعملية انطلقت من مبادرتهم الذاتية. كانت هناك دائما مصودات يدوية سلمت للمحققين من قبل والذين أجروا المقابلات لمنظمة العفو الدولية، ولكن فهمنا شيء أساسي جذري عن تجربة الاحتجاز في السجن، إذ أن الهندسة المعمير ليست فقط مكان ارتكاب الانتهاكات، بل أن الهندسة المعمارية والشكل المعماري هو أداة وآلية لارتكاب الجريمة بحد ذاته. وإذن هكذا حاولنا أن نظهر كل ما لا يظهر للعين أبداً. وإذا الآن سأحاول أن أشارككم ما يبين أمامي على الشاشة. فإذا أود أن تأكيد أولاً على أنكم تشاهدون هذه الشاشة. هل تشاهدون شاشتي؟ نعم. فإذا لأحكيكم بما أنتجناه، وأهم من ذلك كيف عملنا. نحن نعلم جميعاً من تجربتنا الشخصية أنه ذاكرتنا شيء كثيرا ما يعتمد على المكان. نتذكر الأماكن، وعندما نعود في بعض الأحيان جسديا إلى الأماكن أو عن طريق الاطلاع على الصور، إذن كل هذه الأشياء التي حصلت لنا في هذه الأماكن تعود إلى ذاكرتنا. وهذا إلى حد بعيد كانت العملية التي طبعناها في التعامل مع السجن سيجنايا. من جانب جينا مقابلات مع 5 أشخاص ناجوا من هذا السجن. هل تستطيع أن تسمعني؟ الصوت ممتاز، ولكن هنا نرى غزنامتك أو جدولك الزمني. لا صراحة هذا شيء مخجل للغاية صراحة. الآن لربما كأنه يعني يوم حافل، يعني ما زلنا نشاهد غزنامتك أمامك أو جدول زمنك. ولا صراحة يعني صراحة غزنامتي حقيقة، دعوني أحاول مرة أخرى، هذا شيء غريب بالفعل. أعود الآن، ماذا أمامكم؟ نفس الشيء، ما زلنا أمام الغزنامة، يعني ما زلتم تشاهدون الغزنامة؟ نعم. الآن نراك أنت، فإذا لكن لا نرى ماذا أمامك على الشاشة. هذا الشيء غريب للغاية. وإذا الجدول الزمني يجب أن يكون شيء خاص، خاضع للخصوصية التامة أساسا. فإذا الآن أود أن أخرج بشكل قصري. الآن غزنامتي تبين؟ لا ما زلنا نراك. فإذا يعني المشاطرة الشاشة عملت، ولكن كانت الشباك أو النافذة الخاطئة يعني. وإذا هذا الشيء الغريب، الآن نراك والآن نرى سيدنايا. نعم شكرا، رائع. فإذا أعتذر عن ذلك، عن هذه الصعوبة، ولكن أن اليقين بأننا نستطيع أن نتغلب على هذا الخطأ الطفيف. فإذا التقينا بخمس ناجين من سجن سيدنايا بشكل منفزل، سلموا لنا جميعا بعض التفاصيل البسيطة الأساسية في هذا السجن، بداية مما شاهدوا حوالينهم الزنازن الغرف، وإلى الخارج إلى باقي أنحاء السجن. المشكلة في هذا العمل التي عانينا منها كانت مشكلة أساسية حادة، يعني ليس فقط لم توجد صور لهذا السجن، بل السجناء أيضا أدخلوا إلى هذا السجن مغمضي الأيدي، أو كان عليهم أن يغمض عينيهم بالأيدين. فإذا الذاكرة
الذكريات كانت أساسا أصوات، يعني كان يمكنه أن يقيسوا مسافات عن عدد الخطوات أو عدد الأصداء، وكان يمكنهم أيضا يقدروا عدد الأشخاص عن طريق إحساس جسمك بالمسافة أو البعد عن أجزاء أخرى. إذا هذا جعل التحقيق صعبا للغاية. في نهاية المطاف فهمنا شيء هام للغاية، أنه من خلال بناء مجسم أو نموذج للسجن نساعد أيضا الناجين بإعادة استعادة ذكرياتهم لسجنهم. في بعض الأحيان أصعب وأشد الذكريات صدمة هي لربما هي الأهم للتسجيل، ولكن عندما نحاول أن نقص هذه الذكريات للمعاناة والإهانة والتضييف، الذاكرة تخوننا أو تغلطنا، لا تسمح لنا بالدخول إليها بسهولة. في بعض الأحيان الفن المعماري أو العلم المعماري تستطيع أن تساعدنا في خلال ذلك، من خلال أن نركز أولاً على الأشياء البسيطة، مثلاً شكل البلاط على الأرض أو حجم الباب. وإذا هذا يمكن أن تطلق الذاكرة، لكن أيضا هذه عملية خطيرة جدا، إذ أن ذكريات الناجين نوع من العملية النفسية الصعبة للخوض فيها. فكان بالنسبة لنا من المهم أن نخوضها بإشراف من علماء علم النفس الجنائي وعدة وسائل لحماية ضحايانا. وهنا النتيجة، هنا نقشر نوعا ما الجدران الخارجية للسجن، نستطيع أن تضير السجن. والآن الهندسة المعمارية للسجن تتحول إلى توثيق تفاعلي، وحيث أستطيع أن أدخل مثلاً المكان المركزي أو الفضاء المركزي، نجد أنفسنا في هذا المكان المركزي، ومن خلال نقع على الموز على الشاشة أستطيع أن أنتقل وأتجول في داخل هذا الفضاء. والآن أستطيع أن أرى شاحنات عدة وأستطيع أن أنقع عليها، ومن خلال ذلك نستطيع أن نفهم بعض شيء عن الأصوات التي جربناها كسجناء في سيدنايا. فالآن فتحت هذا الفضاء ونستطيع أن نستمع قليلاً. يبني تصور للأشكال والأشخاص معتمد على إيش؟ على الأصوات اللي ممكن تصدر أثناء وجود هاي الأجسام الخارجية اللي موجودة معه. Here you see, so they describe the fact that the experience. إذن يشرحون هنا أن تجربة وجود في السجن هي متأثرة أكثر بالأصوات وليست بالتجربة البصرية، وما نقوم به بمحاكاة الصوت. إذن ما ترونه هي الشاشة والشخص الذي يتم محاورته هنا مع خبير صوتي، وهم يحاولون الآن التوصل إلى نوعية الصوت التي يسمعها في سيدنايا ويحاولون إعادة تشكيل. ممكن يعرف مواعيد مثلا الطعام من صوت أوعية الطعام كذا. درجة السمع هنا بتصير أقوى. ليش؟ لأن يعتمد على هاي على هاي الحاسة أكثر من غيرها، موت باقي الحواس مقابل هاي الحاسة. فيك تقول لي بس عن الصدى بالزنزان؟ الصدى؟ إنه تحط هون في كليك بس. تقول لي إذا هيدا الصدى ولا أكبر ولا أصغر؟ Here, we, you know, I urge you all to go to the web.
أنا أحثكم جميعا على التوجه إلى الموقع، وكل هذه المواد متوفرة. هذه كانت فقط يعني محاكاة صغيرة منهجية كيف توصلنا إلى البنية المعمارية للسجن عبر محاكاة الصوت. والآن أود أن أرافقكم إلى خلية احتجاز فردي، حجز فردي، ونقوم بالضغط على الغرفة الحجز الانفرادي، وننتقل في تجدون أنكم تحاكون أو تختبرون المساحة الضيقة والجوع، ومرة أخرى يمكنكم الاستماع إلى شهادة أخرى. وفي هذه الشهادة ما أريد أن أعرضه عليكم هو أن محاكاة العوامل البسيطة جداً، أن المهندس المعماري يطلب من المحتجز أن يقوم بتصميم نموذج للنافذة، وهذا يؤدي إلى تنشيط ذاكرة التعذيب. إذن فكما ترون أن الحوار بينهم يبدأ على أمر حول أمر بسيط جدا، مساحة أو حجم هذه الفتحة أو النافذة، ومنها نصل إلى الوصف الدقيق. والآن سأنتقل للأمام قليلا. ما يحدث هنا هو أنه تذكر حجم هذه الفتحة، لأنه طلب منه أن يدفع برأسه عبر هذه الفتحة بسبب طلب أحد الحراس. يعني في قطع تنفس، في شيء بدماغي بلش انه حسيت الدنيا عم This is a rather horrific. هذا وصف بشع لكونه اعتدي عليه حتى فقد وعيه، لأن رأس الضحية تم دفعها عبر الفتحة، ولكن هذا الجزء من الذاكرة لم يكن متوفرا ربما بطريقة أخرى، ربما ليس للناجي بنفسه، ولكنه يقفز للأمام عندما نحاكي نحن نموذج المكان بطريقة هندسية معمارية. إذن هنا في الداخل تجدون عددا من الشهادات كلها مبنية على المبدأ المعماري، هو بناء البنية المعمارية لمكان، أي البناء المعماري لأي مكان هو أيضا بناء ذاكرة لهذا المكان. نبني النموذج من ذاكرة النجاة، وذاكرة النجاة هي نفسها تم إعادة بنائها بسبب النموذج، ساعدهم على تذكر الكثير من الأمور. أعتقد أن هذه النقطة هامة، لأن الأمر لا يدور فقط حول التزويد بأدلة يمكن قياسها، ولكن الممارسة هي ما ساعدت هؤلاء النجاة على التعامل مع الصدمة النفسية والكرب النفسي الذي عانوا، وأن يفكروا وأن يصدقوا
أنهم تمكنوا من إعادة خلق ذلك وأن النموذج كان عملية مشتركة، عملية تم القيام بها بالاشتراك مع المحتجزين، تروهم جالسين مصممين يعني يصممون النموذج، وشعروا بطريقة ما وفي أفضل الحالات أن هذا هو مشروعهم. كانوا فخورين جدا بهذا النموذج وهذا التصميم، وروجوا أيضا لهذه الحالة بناء على ما قاموا بنجاح بالقيام به. كانت الاستجابة هائلة جدا على هذا التحقيق، وتضمن هذا رد فعل مباشر من الأسد شخصيا أيضا، حيث شعر أن هناك اهتمام عالمي كبير حول هذا التحقيق. وخلال التحقيق قام منظمة العفو الدولية والمحققون بسماع شهادات حول الإعدامات الجماعية التي كانت تحدث في المبنى القريب من السجن. سأعرضه عليكم أيضا، المبنى الأبيض وهو موجود هنا. وفي الحقيقة فإن منظمة العفو الدولية استطاعت متابعة هذا التحقيق بتقرير آخر حول المبنى الأبيض والإعدامات التي كانت تحدث هناك. وأعتقد أحد أقوى التقارير هو تقرير المتابعة لمنظمة العفو الدولية حول الإعدامات التي جرت في المبنى الأبيض. هذا يعني مجرد لمحة سريعة عن المشروع، وسوف يكون من سوف أكون سعيدا إذا تسنى لكم الوقت لاستكشاف المشروع بنفسكم. إذا كانت هناك أي أسئلة أو أي طلبات متعلقة به يسعدنا تلقيها. شكرا لكم على انتباهكم. شكرا لك إيال على تمكيننا على وجودك معنا رغم الوقت. نعم، أنا أيضا سعدت بوجودي معكم لهذه الفرصة وأشكركم عليها. سمعنا في بداية الأمسية من بعض النجاة ما لا يمكن تخيله جزء من المعاناة والتراجيديا الإنسانية، وسمعنا الآن من إيال ما يبدو وكأنه يعني منهج تقني أو فني في المقاربة، ولكن أنا شخصيا أؤمن أنه يمكن أن يساعد ليس فقط في الإظهار البصري لانتهاكات حقوق الإنسان من أجل استفزاز الحوار العام والحوار المفتوح عنها، ولكنه في الحقيقة وعندما ننظر على الحرب ضد الإفلات من العقاب فهو يعرض أو يظهر أيضا أدلة ملموسة للسياسة وللمسار القانوني ليمكن النجاة من استكشاف هذه التجربة بطريقة تظهر أيضاً وتعرض المقاربة الفظيعة والمنهجية التي ينتهجها الجناة خلال انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. والهندسة المعمارية الجنائية كما يعرف بعضكم في ألمانيا قامت أيضاً بالتحقيق في أعمال القتل التي قامت بها خلية NSU اليمينية المتطرفة، حيث في أحد مواقع القتل زعمت الشرطة أن كل هذا حدث دون ملاحظتها أو دون إدراكه لذلك. إذن فأنا أعتقد أن الأمر يدور حول جمع ما يمكننا جمعه من أكبر عدد ممكن من المصادر وبأكبر عدد ممكن من الطرق المتاحة لنا، وأيا كانت المقاربة التي ننتهجها ستكون فقط محاولة للإظهار البصري لمدى ودرجة الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن
سيكون من العجيب بل والمقزز أيضا أن ندرك أنه أن نستسهل الحديث عن هذه الجرائم الصغرى والتي تحدث في كل أنحاء العالم وأن يكون من الصعب علينا جدا النظر إلى الفظائع الحقيقية التي تحدث. إذن أشكركم على انتباهكم وأعتقد أن هناك الآن استراحة.